جدها، وهو ما مصير الطالب بعد التخرج، وما هو دور المؤسسات الاقتصادية في متابعة الطالب ما بعد التخرج. وهذا موضوع الساعة، موضوع تعطيه الوزارة الوصية كل الاهتمام، ويدخل ضمن المشاريع الهامة معالي السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللي راه يؤكد مرارا وتكرارا على مرافقة الطالب ما بعد التدرج، سواء عن طريق حاضنات الأعمال أو عن طريق دار المقاولاتية. ولكن يوسف كثير من الدول اليوم يتعاني لما تروح صندوق النقد الدولية 2 مليار دولار ولا 3 مليار دولار، في الجزائر تكلها في شهر. وبالتالي لابد من إعادة اعتبار لمفهوم الجامعة ومفهوم المؤسسة ضمن هذا التوجه الجديد. هذه نقطة. احتضن مدرج المعرفة بكلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية بجامعة بليد أثنين اليوم الدراسي حول مساهمة المؤسسات الاقتصادية في توجيه الطالب ومرافقته في مرحلة ما بعد التخرج. اليوم بإقامة ملتقى علمي دراسي تحت عنوان دور المؤسسات في دعم وتوجيه الطالب بعد التخرج، عرف النشاط مداخلات قيمة من طرف الدكاترة المؤطرين لهذا النشاط، الذين بيّنوا أهمية الولوج لمسار المؤسسات الناشئة، وهذا للرقي والمشي بمسار التنمية الاقتصادية الجزائرية. يعني بالمختصر المفيد أنه الدولة الجزائرية فتحت مجال المؤسسات الناشئة للطلبة لاستقطاب أكبر عدد من الطلبة للولوج لهذا العالم، وهذا لتفادي البطالة خاصة في ميدان الوظيفة العمومي. العهد مع التغيير والنهضة والعمل على بناء الجزائر الجديدة، إن الاتحاد العام للطلبة الجزائريين اليوم يسجل نفسه رقما صعبا في المعادلة، لأنه بروحة نوفمبر، ولكن هذه المرة بالفكر والتغيير والغزالة الفكرية. وشكر. موضوع أو مصيري